كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان. وخلال الاجتماع أعرب معالي وزير الخارجية عن عميق ارتياحه لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على مختلف الأصعدة، مشيدا معاليه بالنتائج البناءة والمهمة لزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ومباحثات جلالته مع فخامة الرئيس قربان قلي بردي محمدوف رئيس تركمانستان وما تم توقيعه من اتفاقيات داعمة لكافة أوجه التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدا معاليه ضرورة مواصلة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لأجل فتح آفاق أرحب على المستويات كافة بما يخدم المصالح المشتركة. من جانبه أكد معالي السيد رشيد ميريدوف اعتزاز تركمانستان بالمسار المتميز للعلاقات مع مملكة البحرين والذي يعكس حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق المشترك بما يعود بالنفع عليهما.